شنو الأسباب؟ تقول تعرف عمل البيت وخدمة الزوج وخدمة الأولاد، وتعرفون البيت في طباخة وفي غسيل وفي أعمال شاقة وكبيرة، ما عندنا وقت إلى العبادة. شنو تنصحنا؟ شنو الأعمال اللي تنصحنا فيها سيد؟ قلت له أنا ما بنصحكم، ولكن هناك عرض خاص من الله سبحانه وتعالى. اليوم النساء وين العروض؟ نشوفهم وراء هاي العروض. وين العروض الكبيرة؟ نشوف النساء اليوم وراء العروض. الله سبحانه وتعالى عطيكم عرض، وهذا عرض كبير. شنو هذا العرض؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: أيما أمرأة سقت زوجها شربة ماء، يعني جابت له إقلاص ماء وشرب شربة، أيما أمرأة سقت زوجها شربة ماء إلا كان لها خير من عبادة سنة. يعني شوفوا شلون مقدار الثواب، الشربة الواحدة خير من عبادة سنة، يعني أفضل من عبادة سنة بصيام نهارها وقيام ليلها. من يقدر لمدة سنة يصوم النهار وقوم الليل؟ أنا عن نفسي ما أستطيع. لكن الله سبحانه وتعالى شوفوا شلون العرض إلى المرأة، يقول لها تجيبين قلاص ماي، كأس ماي إلى هذا الزوج يشرب شربة، الله سبحانه وتعالى يعطيكم خير من عبادة سنة بصيام نهارها وقيام ليلها، وبعد وأعطاها في كل شربة مدينة في الجنة وغفر الله لها 60 خطيئة. شنو هذا العرض الكبير؟ ترى هذا الأجر والثواب، أنتم في عبادة خواتي، أنتم في عبادة في خدمة الزوج، إذا إقلاص ماي وكأس ماي شربة هالقد مقدار من الثواب، ما بالكم هاي الخدمة العظيمة اللي قاعدين تقدمونها. دون النظر كان الزوج يشكر لو ما يشكر، كان يقدر لو ما يقدر، كل هذه الأمور محسوبة عند الله سبحانه وتعالى. فاستغلوا هذه الفرصة وخلي المرأة تتفانى في خدمة زوجها علشان تحصل هذا الثواب العظيم.